رح نبدا اخبارنا الثقافيه مع كوريوغرافرز اند كومبوزرز او سي او 2 بنسخه اولى. هو مهرجان للرقص من تنظيم بيبود ومهرجان ارتجال للموسيقى بالتعاون مع السفاره النرويجيه بلبنان، وبالتالي هو برنامج تبادل ثقافي لبناني نرويجي انطلق ب 28 ايلول وبكفي لغايه 5 تشرين الاول بعروض مختلفه وباماكن مختلفه، من بيناتها اماكن بالهواء الطلق او مسارح مغلقه. اليوم العرض بعنوان كل امر يخسر رعبه للكوريغراف الايراني هوفمان شريفي وفرقته. وبكل الاحوال عم نشوف نحن مشهد من بعض التحضيرات اللي رح بتصير او بعض العروض اللي عم تقدم، وخلال حلقتنا اليوم تقرير مفصل بيعطينا كل التفاصيل حول هالمهرجان. تحت عنوان قصور النساء بيجتمع العزف مع جويل خوري على البيانو، عروض الفيديو مع شاهيك أرزوفانيان والرقص مع ألكساندر بوليكيفيتش بعرض بضوي أكثر على نساء قدروا أنه يثبتوا نفسهم ويثبتوا حالهم بالمجتمع من خلال مختلف أنواع الفنون. موعدين ب 2 و 3 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء على مسرح الانستيتو فرانسي طريق الشام. ومن بين هالنساء يلي اخذينهم مثل بهيدا العرض أعمال مستوحاة من حياة نساء مثل فريدا كاهل، مارغريت دوراس، أم كلثوم، تحية كاريوكا، ناديا تويني، بيلي هوليداي وغيرهم. عم نشوف ونسمع صورة لعازفة البيانو جويل خوري وعازف أكيد لألا. بعنوان إليوجينست برودكشن 8 بتقدم أكبر عرض لألعاب الخفة والسحر بالعالم، سبعة من أهم السحرة بالعالم رح يجتمعوا ليقدموا عروضهم بعرض استثنائي سبق وقدموه بكثير من دول العالم وحضروه ملايين الأشخاص. من 8 ل 11 تشرين الأول على مسرح الفورم دو بيروت. بدكم تتصلوا تتعرفوا أكثر تفاصيل حول توقيت العروض لأنه الأوقات كثير مختلفة خلال هالأيام الثمانية أو أربع عم نشوف هيك فكرة، عم ناخد فكرة عن العروض اللي رح تقدم. برجع بذكركم من 8 ل 11 تشرين الأول على مسرح فورم دو بيروت، هن سبعة من أهم السحرة بالعالم رح يجوا يقدموا عروضهم ببيروت. تحت عنوان لابام فرقة الرحل الكبير بموعد فني جديد هالمرة على مسرح مترو المدينة، بأمسية سبق وقدموها ب 23 شهر رح تنعاد ب 30 أيلول أي الليلة الساعة 8:30 المساء إذن على مسرح مترو المدينة. ونسمع وعشان الثورات فتنة شعور النسوان فتنة وعشان الثورات فتنة وشعور النسوان فتنة راحوا كلنا في الحيطة وخدنا ولا دايم غير وجه الله. نتابع مع اخبارنا وتحت عنوان اوركسترا 3 ذا كورنت فاليو من المانيا بالاضافه الى اويارس من لاتفيا بامسيه موسيقيه بتجمع عدد من الانماط الموسيقيه. عم نشوف ذا كورنت فاليو بعتقد السبت 18 تشرين الاول الموعد ابتداء من الساعه 10 المساء بالبيتش 37 برميلي. Thank you.
منتابع مع اخبارنا مريم صالح وزيد حمدان. هالثنائي رح يرجعوا يلتقوا مره جديده بامسيه فنيه رح ينتج عنا انماط موسيقيه مختلفه. الموعد ب 21 الاول بكره الساعه 9:30 المساء على مسرح مترو المدينه بالحمرة. منتابع بأخبارنا كمان بدعوة من وزير السياحة ميشيل فرعون رح تشهد بكرة الأربعاء مغارة جعيتة على حفل موسيقي كلاسيكي مع الفنان سيمون غريشة على البيانو، الفنان لوران كورتيا على الكمان، وسوبرانو العالمية فلور مينا تكريما لرؤساء البعثات الدبلوماسية. إذن الموعد بكرة الأربعاء الساعة 6:30 بعد الظهر بمغارة جعيتة وعم نشوف لوران كورتيا ونسمع. تابع مع خبر اخير لكل اللي بحبوا العروض الكوميديه واجواء الضحكه. الموعد مع الفنان سامي حواط وفرقته الخميس بعد بكره 22 الاول على مسرح مترو المدينه بالحمرة. يا حبيبي يا حبيبي كلما أزهر ورد في دروبك ونفت شمس على خد الغروب كلما أزهر ورد في دروبك ونفت شمس على خد الغروب ذكرتني وقلتيك السوء منك في دنيا يا باقي الأثر إذن أجواء موسيقية مختلفة مع أغاني ملتزمة أحيانا ساخرة أحيانا تانية مع سامي حواط وفرقة الرحالة. رح أرجع أذكركم الموعد الخميس 22 الأول على مسرح مترو المدينة. رح نرجع ننتقل كمان مرة عند إلي لنعرف أكثر عن أحوال الطرقات. جولة على كاميراتنا ببدايها من سليم سليم وحركة سير ناشطة بالاتجاهين. من سليم سليم بنروح على الزلقة عجة سير باتجاه بيروت وكمان حركة ناشطة كتير باتجاه الشمال. في صيدا حركة سير عادية. من صيدا بنرجع على جوني مثل ما عم نشوف العجقة مبلشة من جوني باتجاه بيروت والختام بيكون مع خلدة كمان عجة سير يعني مع فتح أبواب الجامعات كل الجامعات والمدارس اكيد يعني هذه عجقة السير المنتظره بهالوقت هذا من السنه. معاون اول محمد ظاهر رح يعطينا تفاصيل اكثر. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضل. يا
يعني مثل ما حكيت حضرتك عندنا حركة صباحية ناشطة على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية وكذلك المدخل الشرقي من الصياد. نعم. نبلش مدخل بيروت الشرقي حركة صباحية ناشطة من كوع عريا نزولا باتجاه وزارة الدفاع المدرسة الحربية حتى الصياد، ما في عندنا أي عوائق. المدخل بيروت الجنوبي حركة سير ناشطة من خلدة تصبح كثيفة على أنفاق المطار وكذلك باتجاه الوزاعة وباتجاه شويفات كفر شيما الحدث. مدخل بيروت الشمالي حركة سير ناشطة من الكازينو ببلش عندنا توقف السير بين جسر السرايا حتى يسوع الملك، تتحسن تدريجيا بين نفر نهر الكلب وجسر الرويال، تصبح حركة سير كثيفة من دبي باتجاه جسر النقاش جل الديب مرورا بنهر الموت حتى الدورة الكارنتينا. بوليفار سن الفيل عندنا حركة سير ناشطة باتجاه الصالومة. المستديرات عندنا الصالومة عم تشهد حاليا حركة سير كثيفة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي حركة سير كثيفة باتجاه اوتيل دي. كذلك اوتوستراد الرئيس لحود حركة سير كثيفة باتجاه سوق السمك بسبب الأشغال بالمكان. بالنسبة لبيروت عندنا مستديرة العدية حركة سير كثيفة باتجاه المتحف السوديكو، والبربير كورنيش المزرعة حركة سير ناشطة إلى كثيفة، وجسر الكولا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم الوسط التجاري، وأخيرا عندنا الكورنيش البحري حركة سير كثيفة باتجاه الحمام العسكري بسبب عجقة المدير الصباحي. نعم. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير حتى الساعة. في شيء أشغال بتحب تحكي عنه ولا لا؟ غير مبدئيا ما في، يعني كيف في عنا أشغال تأجلت لمدة 3 أيام، في عنا تركيب جسر للمشاة على مفرق مجد البعنة على الطريق الدولية تأجل لمدة تقريبا 3 أيام. وبالنسبة للحوادث؟ الحوادث تسجل عنا ضمن 24 ساعة 4 حوادث نتج عنا 6 جرحى. نعم، هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير والحوادث. نعم، نحن بدنا نشكرك المعاون أول محمد ظاهر، يعطيك ألف عافية. رح نروح على بريك وبعده بنرجع لأخبار الصباح، خليكم معنا.